بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أهلا وسهلا بكم. درس النهاردة أول درس نبتدي فقه الجنائز، فيجعل كلامنا خفيف عليكم يا رب إن شاء الله. ويعني أنا هحاول أخفف على قد ما أقدر، لأن إحنا مش عاوزين نقلب الموضوع يعني بحساسية وحزن لا، احنا عاوزين حاجين عشان نتعلم. فيعني هنحاول على قد ما نقدر في حاجات، بس انا هعلق على شوية حاجات. وفي الحقيقة حاجات يعني هي الحاجات الموجودة في فقه الجنائز في الكتب يعني مش كتيرة قوي زي ما الناس متخيلة، بس معظم الكلام اللي هقوله ده من الحاجات اللي الواحد شافها في حياته، والحاجات اللي عاوزين نعلق عليها هي دي اللي انا هعلق عليها في الدرس. يعني انا مقسمه الدرس الى احنا شفنا ازاي المريض ربنا يشفي كل مريض وباسرع وقت. فاحنا المريض بتاعنا يعني ربنا اراد حاجه تانية غير ان هو يخف، فهيبتدي تظهر عليه علامات الموت. المريض اللي بتظهر عليه علامات الموت هو ده اللي بنسميه المحتضر. كيفية التصرف مع المحتضر، يعني رحت لحد لقيته خلاص يا دكتورة سوزان يعني حالته، الدكاترة قالوا خلاص ده ما فيش فايدة ورجعوا البيت، او يعني احنا عملنا اللي علينا وباقي على ربنا، مع ان ربنا خلاف للظنون في احوال كتير قوي يعني، لكن انا بتكلم علينا احنا كزوار كاهل نتصرف معاه ازاي. احنا زي ما اتفقنا قلنا المحتضر هو من ظهرت عليه علامات الموت. طبعا كلنا عارفين ايه حته تلقينه الشهاده. تلقينه الشهاده ناس كتير قوي بيقول لك قول لا اله الا الله، قول تشهد يا بابا، تشهد يا ماما، قول لا اله الا الله. لا، يعني تلقين الشهاده بتبقى بطريقه لبقه، بحيث لان في ناس كتير قوي ما تيجي تقول له قول لا اله الا الله يقول لك هو خلاص هموت فيجزع، فيقول لك لا مش هقول. شفنا ناس كده لان بيحس خلاص انه هيموت وخايف. فتلقين الشهاده بتبقى بطريقه ذكيه ولبقه. ازاي؟ يعني هو لو كان لسه في وعيه او لسه فاهم او لسه دريان باللي حواليه، بنروح بنقول له شد حيلك يا عمي، ما شاء الله ما شاء الله، لقيته بيدمع مثلا او حاجه او كده، وحد الله يا عمي، وحد الله، ان شاء الله انت زي الفل، ان شاء الله هتبقى كويس. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت قلنا المريض حتى لو هو بيطلع في الروح لغايه اخر لحظه لازم اديله امل ان هو هيخف علشان يفضل لاخر لحظه يقول يا رب، سواء هو او المقربين قوي 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 من اهله. طبعا انا بقول لحد من اهله ان هو حالته يعني خلاص احنا ما فيش علينا حاجه وحالته صعبه، بفهم الحاله، لكن لازم العيان اسيبه لغايه اخر وقت يقول لا اله الا الله، يقول يا رب علشان ما يكفرش، يبقى عنده امل ان هو هيخف، عنده امل ان هو خف. شايفاه يا دكتوره سوزان؟ ده خلاص يا دكتوره سوزان ده ابتدى يحشرب وابتدى يبص لي وخايف، وهو خايف قوي ماسك في ايديا وخايف قوي. يا دكتوره سوزان ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش، انت هتبقى كويس، ما تخافش، وحد الله بس، وحد الله، كلمه وحد الله، ما تقولش قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لا، وحد الله، وحد الله كده وهتبقى كويس ان شاء الله. فدي اول حاجه تلقين الشهاده، وقلنا هنقولها ازاي. الحاجه الثانيه كثره الدعاء له وللحاضرين. لما اروح عند اي حد محتضر في رعايه مركزه في غيبوبه كلام كده، ادعي له على قد ما اقدر، ربنا يثبته، ربنا يهون عليه، ربنا يخفف عليه. المحتضر ده ما دخلش عليه غير الناس اللي هو اللي هم بيحبوه او هو بيحبهم عشان يكثروا من الدعاء له، لان عند الاحتضار وعند الوفاة، عند الوفاة الملائكة بتبقى موجودة، الملائكة بتؤمن على كل كلمة بتتقال رب. فعشان كده احنا طول ما احنا قاعدين عنده مش قاعدة بعيط، مش قاعدة بقول له شايف عارف مين ده، لا، ما ده ملوش لازمة.
انا كل اللي انا قاعده يعني يا رب خفف عنه، يا رب اغفر له، يا رب هون عليه، يا رب ارحمه. طول ما انا قاعده، طول ما انا قاعده، واللي يخش برضو ايه يدعي له ان شاء الله ربنا هيكرمك. لان ان شاء الله ده ربنا كريم، ده ربنا كريم، ربنا كريم. شد حيلك بس، شد حيلك انت ووحد الله كده وهتبقى كويس. ودايما من ضمن الحاجات الواحد برضو شافها، تبص تلاقي حد جاي وللاسف بيبقوا ناس مقربين جدا، العيان بيبقى خلاص يعني في اواخر ايامه، حتى مش لازم يكون محتضر يعني، لا ده ممكن في اواخر ايامه خلاص يعني عيي ومش عارفين نعمل له حاجه، ويجي حد عزيز عليه وبتاع، ابتدي يعيط وبتاع وكده، فيقول له شفت بقى، شفت لو كنت سمعت كلامي ادي اخره الهكس، ادي اخره مش عارفه ايه، لو كنت بتصلي، لو كنت طبعا الكلام ده ما يصحش يتقال، او العيان هو نفسه يقول، يقولك انا عارف ربنا بيعاقبني، انا عارف ان انا استاهل كل ده، انا عارف ان انا ما ما يعني ان انا استاهل، انا حتى لو لقيت حتى عيان مش بيحتضر ولا حاجه، اي عيان بيقول كده انا عارف ان انا استاهل ده، انا عارف ده بذنبي، كل اللي بيحصل لي ده بذنبي. اوعى تقول كده. بصوا خديها قاعده كده، في طرفي العمر، احنا اخذنا زمان كلنا عارفين ان دايما البني ادم ده في حاله ايه، في علاقته مع الله عز وجل، يا اما في حاله رجاء او خوف، رجاء وخوف. في طرفي العمر، في طرفي العمر لازم نعلي جانب الرجاء، نغلب جانب الرجاء بين في طرفي العمر. يعني والطفل صغير خالص، طفل صغير ممنوع اقول له لو عملت كده ربنا هيوديك النار، ممنوع اقول له كده، لا انا هقول له لو ما عملتش كده ربنا مش هيحبك، ولو ربنا ما حبك لو انا مش هحبك، ولو انا ما حبيتكش الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيحبك، ولو الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبكش ربنا مش هيحبك، ولو ربنا ما حبكش مش هيدخلك الجنه. دايما اخلي الجنه بالنسبه له هو ده هدفي، مش هقول له عملت كده هتروح النار، لو ضربت اخوك هتروح النار، لا خالص. الطفل الصغير ان انا بحببه، بغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء في الله عز وجل. وهو طفل صغير دايما، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا عاوزين نعرفها، ان احنا مع الطفل الصغير بيبقى هدفنا ان احنا ايه، ان احنا نبقى عشان يعني نسمع الكلام ونبقى كويسين عشان ربنا يحبنا. طب ربنا لو حبنا هنعمل ايه؟ هيدخلنا الجنه، ده في الاخره هيدخلنا الجنه، في الدنيا بقى هو يدينا اكل ويدينا اللبس ويدينا كل اللي احنا عاوزينه ويحافظ على صحتنا وفي الاخره يدخلنا الجنه. هو ده هدفنا، ان احنا عاوزين نخش الجنه، انه يرضى علينا عشان يدخلنا الجنه، فده هدفي. يعني ايه الجنه؟ الكلام ده انا بكلم طفل ايه 4 سنين. يعني ايه جنه؟ يعني ايه جنه يا ماما؟ يعني ايه جنه يا بابا؟ الجنه دي يا دي فيها كل ما يخطر على بالك، كل اللي انت عاوزه بقى، كل يعني ممكن اروح انا واصحابي، تروح انت واصحابك، ممكن اخد التيدي بير معايا، ممكن تاخد تيدي بير معايا، ممكن فيها ايس كريم، انا بحب الايس كريم، في كل اللي انت عاوزه، فيها ملاهي وفيها كل حاجه حبيبي. الجنه دي بقى الطفل هدفه ان هو يروح الجنه دي، نفسه يروح الجنه دي، فده هدفه. لو عمل اي حاجه كويسه ربنا هيحبك قوي وهيدخلك الجنه، ولو عمل حاجه وحشه، لو عملت حاجه وحشه حبيبي ربنا هيزعل منك، بس ربنا ممكن يسامحك لو قلت استغفر الله ويدخلك الجنه تاني. ما جيبش سيره النار دي خالص خالص، ما خوفش الولد ده، في اللي هو طفل صغير. وهو كبير بقى خالص في اخر عمره، او عند وجود شدائد جامده قوي قوي قوي، مرض، حتى مرض او ابتلاءات، انا عارف الفلوس ضاعت مني عشان انا ما استاهلش، عشان انا زعلت ربنا، عشان انا بعمل حاجات بظروف كتير، اوعى تقول كده، ده ربنا كريم يا انكل، اوعى تقول كده، ده استغفر الله، استيكه بتمسح. دايما اعشمه في كرم ربنا وفي رحمته وفي مغفرته، دايما ازقه على كده. مهما كنت عامل، مش انت موحد يا انكل بالله، مهما كنت عامل استغفر الله، استيكه بتمسح كل حاجه. ده الامتحان ده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، المرض اللي عندك ده يا انكل ده ايه؟ ده امتحان من ربنا مش اكتر، ده امتحان ملوش دعوه بالايه؟ بالذنوب ولا ملوش بقى ده تكفير ذنوب عشان البلاوي اللي كنت بتعملها، عشان اللي ما كنتش بتسمع الكلام، عشان لو كنت مش عارفه بتصلي، عشان لو ما ينفعش. وللاسف انا شفت ناس متدينه بيقعدوا مع يعني واحده مثلا يكون ما بتصليش او قلعت الحجاب او بتاع، صاحبتها كلمها في تليفون البنت حصل لها مصيبه او حصل، شفتي عشان عملتي كذا، عشان ما بتصليش، عشان قلعت الحجاب، عشان شتمتي فلانه، ما تشغلوش ما تعملوش نفسكم الهه وتحاسبوا الناس.
بالراحة بالراحة على الناس. الإنسان لما يبقى في أزمة أو عنده ابتلاء معين زقوه على ربنا، ما بيقولك اضرب على الحديد وهو سخن. أنا عندي ولد ما بيصليش يا دكتورة سوزان، النهارده عمل وحش في امتحان الثانوية عام، عمل وحش يا دكتورة. طبعا ما أنت لو كنت صليت ملوش لازمة الكلام ده. أنا خايف، أنا مش مذاكر ومش عارف، هيقول يا رب حبيبي أزقه، قول يا رب كده وصلي على الرسول السلام قبل ما تجاوب كده، وإن شاء الله هتفتكر كل حاجة. قول يا رب ده كريم وأنت تعبت يا حبيبي، ربنا مش هيضيع تعبك على الأرض، إن شاء الله ربنا كريم. لازم نعول كده في الفترات الشدائد دي، زي تسنده، تقفي في ظهر حد، تسندي حد. وأنا كنت دايماً بقول سواء كنت ولد ولا بنت، لازم تتعود تسند. تسند مين؟ تسند أمك، تسند أبوك، تسند أختك، تسند مراتك، تسند ابنك. مش اقعد اشمت فيهم، ما انت لو كنت عملت، ما انت لو كنت، لو 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 يا ولادي، تفتح عمل الشيطان. فلازم تتعلم انك ازاي تعرف تسند حد. للاسف بشوف شباب كتير جدا متدينين وكل حاجه، بس في اوقات المحن واوقات الشداد ما بيعرفوش ايه اللي حتى اللي يتقال. فانا ما بقولكش حل المشكله ولا ارفع البلاء عنه، ما بقولكش اعمل كده، بس على الاقل ايه، اقف معاه، اسنده، طبطب عليه. حتة الطبطابة دي للأسف بشوف ناس كتير ما عرفوش يعملوها، ودي مأساة، دي من قسوة القلب. فشوف نفسك انت، حتى ابنك جه كسر مثلا، حذف حاجة من البلكونة كده، طيب مفيش لعب بعد كده، ما ينفعش ما نجراش حاجة حبيبي، انا هجيبها لك بس ما تحذفهاش تاني. بس لازم نبقى كده، يبقى في رحمة عندنا، فخصوصا لما يبقى في ايه، في ابتلاء معين عند الشخص. فلو حد يجي يقول لك انا عارفه انا استاهل، انا عارفه ايه، اوعي تقولي كده، طن ده كريم، ده كريم، ده رحيم، ده لو جئتني بملء الارض ذنوب، ولو جئتني بملء الارض ذنوب لا تشرك بي شيئا، بمثلها ايه، مغفره ورحمه. قولي يا رب انت بس، قولي يا رب، استغفر الله، استيكه يا طنط بتمسح، ما تقولش كده يا راجل، ما تقولش كده، ده كريم، ده كريم. فأرجوكوا يعني ان انا احاول ازود المحتضر ده، او يعني بيساعد بيفوق وساعات ما بيفوقش وبيعيط، قال لك مثلا كلمه الحس ده غضب من ربنا عليا، انا مش عارفه اقابل ربنا ازاي، اوعى تقول كده، اوعى تقول كده، ده ربنا كريم وربنا رحيم. ازقه على رحمه ربنا، ازقه على الرجاء، ازقه على 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 سعه رحمته وعلى مغفرته. الحاجه الثانيه، ده محتضر، ده ممكن طبعا لو كان في البيت او حاجه، حد يعني بيظهرت عليه علامات الموت، ولو في البيت المفروض طبعا، هو طبعا بيفقد الوعي، ساعات بيخش في غيبوبه وساعات يفوق وساعات ما يفوقش. دايما ابقى حريصه على ان المكان اللي هو، حريص على ان المكان اللي هو فيه يبقى ريحته حلوه، بان انا اعطر المكان دايما، افتح الشبابيك في هواء، ادخل هواء او اعطر المكان، احط رش معطر او ولع بخور في الشقه بعيد عنه طبعا عشان ما يتضايقش. هو خلاص ابتدى يطلع في الروح، حاسه خلاص يا دكتوره سوزان ده بيطلع في الروح. ابعد ما تكرهه الملائكه، يعني لو كان في تماثيل في الاوضه، في الكلب بتاعه على طول لازق فيه ومش عارف، على قد ما اقدر ايه اخرجه، اخرج الكلب او التماثيل دول، اخرجهم بره الاوضه. طب خلاص يا دكتوره سوزان، هو ايه، هو بيطلع في الروح خلاص يا دكتوره سوزان، وهو بيبقى يعني عامل زي ما بيكون واحد نايم ابتدى ينام وبايه وبيطلع صوت. هل يجوز المحتضر يا دكتورة سوزان، يجوز تقبيله؟ يجوز تقبيل المحتضر، يجوز تقبيله، يجوز تقبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد من الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قبله لما مات، الوحيد، عثمان بن مضعون، ده كان أول واحد من المهاجرين مات في المدينة، عثمان بن مظعون، وده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا، ولما مات هو الوحيد من الصحابه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. كمان يجوز تقبيل الميت والمحتضر، يعني يجوز ادخل عليه لو في حد من اهله عاوز يخش، بس ارجوكوا يعني مش كل من هب ودب، يعني خصوصا كان في المستشفى او في البيت، اصل هو تعبان شويه، اصل هو نايم شويه، يعني ما تدخلوش عليه كل من هب ودب، لان عمليه ان واحد بيطلع في الروح والنمو عليه ده عوره واحساس فيها انكسار وكده، ويمكن يعني يمكن اهل الميت يتضايقوا، يمكن هو الميت كان يتضايق، ما يحبش حد يشوفه وهو منكسر كده او هو بيطلع في الروح كده.
طيب في بقى شوية حاجات مسائل خلافية. مسائل خلافية يعني ايه؟ يعني في اختلاف، قلنا في اختلاف، يعني في ناس بيقول يجوز وناس تقول لك لا يجوز، والاثنين صح. الحاجات اللي انا جايبها لكم دي المسائل الخلافية دي، انا بشوف ناس كتير قوي يعني بيتخانقوا مع بعض عشان الحاجات دي. ان بيقول لك لو ظهرت اي حد يظهر عليه علامات الموت على طول وجهوه ناحيه القبله. التوجيه للقبله ده اوجهه للقبله ازاي؟ طب دكتور سوزان هو السرير نايم كده يا دكتوره سوزان، والقبله كده، لف السرير. دخلت مره عند عيان لقيتهم حاطين السرير بالورب كده. هو العيان كان عنده مزيف في المخ وبتاع، وحاطين العيان بالورب كده. طب اعدي ازاي؟ اكشف عليه ازاي؟ حضرتك نط من على السرير، طب ليه عاملين السرير كده؟ قال عشان كده موجهين ناحيه القبله. ما ينفعش. طب العين نفسه هيحس انك انت وجهتيه ناحيه توجيه ناحيه القبله ازاي؟ لو في مكان مفتوح، في مكان مفتوح او سهل انك توجهيه لك تعدليه. لكن في العنايه المركزه مثلا، قاعد السرير محطوطه كده بنظام معين، او في المستشفى بنظام معين، لا من فضلك لف السرير، لف. والناس تعمل مشاكل، كل دي عليها مسائل خلافيه. ومساله لا ده ملوش اي ايه، ما فيش داعي توجهه للقبله ولا حاجه. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. فارجوكوا حسب الظروف، وخليكوا في لين وشيء من المرونه في المعامله في اللحظات دي، ان اللحظات دي بتبقى لحظات صعبه جدا، والاعصاب فيها ممكن بتفلت، ومش عاوزين نتشبث بحاجات ملهاش معنى وممكن تعمل مشاكل. من المسائل الخلافيه كمان دخول الحائض والنفساء والجنب على المحتضر او على الميت حتى. ممنوع حد، لو واحده يعني ابص لاي واحده واقفه على الباب وحد مثلا عيان في العين المركزه، انت عندك الدوره، ما تخشيش من فضلك. انت بتودي لازم تتوضى. ليه التعنت ده؟ ليه التنطع ده؟ بنته جايه من سفر وعندها الحيض، وعاوزه تخش تبوس ابوها، او عاوزه تخش تشوف امها، ليه نمنحها؟ ليه؟ يمكن قالوا مكروه، لكن ما ايه؟ يعني مش هتخش تقعد تلزق فيه، مكروه. ما ممكن تخش تقبله، تطبطب عليه، تشوفه، ما فيش مانع. هم بيقولوا مكروه، بس مكروه يعني ايه؟ في فرق بين مكروه وحرام. الحرام ما فيش فيها هزار، المكروه قادره ما تعملهوش خير وبركه، لكن لو عملتيه مش هيجرى حاجه. فارجوك برضو ايه، ما نتنطعش الحته دي شويه. وما فيش داعي تحرجوا الناس، من فضلك لو اي حد عندها حيض او واحده عندها حيض او نفسها، فضلك تطلع بره، من فضلك بالراحه، بشويش. من ضمن الكلام كمان اللي بنشوفها كتير، مهم قوي يعني اهل الميت اللي موجودين معاه، ان احنا لازم نثبتهم. يعني عند حدوث لحظات الاحتضار دي بيتثبتوا بايه بقى؟ بكثره الدعاء وكثره الذكر والدعاء للميت. اللهم اغفر له، اللهم انا خلاص شفاه بيطلع في روحي دكتوره سوزان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، اللهم تغمده برحمتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رب خفف عنه يا رب. الادعيه دي كلها بتثبتك انت. في بقى ما بقدر، مش قادره ادعي، مش قادره ادعي دكتوره ولا فاكره اي حاجه، يبقى تعملي ايه؟ ممكن تفتحي ايه؟ افتحي المصحف وقعدي اقري. اقرأ ايه؟ اقرأ ياسين. قالوا اقرأوا ياسين على موتاك، ويمكن الحديث ضعيف، لكن لا مانع اقرأ ياسين. انت ما بتيجي تقرأ ياسين او مثلا قراءة سورة الرعد بتساعد على خروج الروح، في حديث بيقول كده. افتح القرآن واقري في المصحف. قراءة القرآن دي بتثبت اهل الميت. تيجي واحد تقول لا يجوز يا جماعة ما تقروش قرآن عليه، ده الحديث ضعيف. ليه كده؟ فخصوصا لو كان مثلا ابن العيان ولا بنت العيان وفتح المصحف وقعد بيقرا جنبه، لا مانع، سيبيه يقعد، لان دي مساله خلافيه، يقعد ولا ما يقعدش. لا يجوز الا الدعاء، ما ينفعش الا الدعاء بس، هو الدعاء بس، ادعوا له بس، ما تقرولوش قران. بنشوف ناس كده، وهنشوف بعد كده اللي بينفع الميت بعد كده، هناخدها بعد كده. بس يعني ساعه الاحتضار مش عاوزين نعمل مشاكل. لقيت حد واقف فاتح المصحف، طالما انك انت مش عارفه او انت مش عارف ان دي مساله انه يجوز ولا ما يجوز، مش عارف، اسكت. وقراءة القرآن بالذات دي يقولكم مسألة خلافية، في ناس قالت يجوز انك تقرأ، وفي ناس قالت يجوز ايه، لا يستحب انك تقرأ، لا يستحب، يفضل الدعاء. ده رأي وده رأي، والاثنين صح. ولو قريت القرآن وما كانش بيوصل، كفرت انا؟ هو العيان كفر؟ خسر حاجة وانا خسرت حاجة؟ يعني قراءة القرآن مش للميت بس، قراءة القرآن بتثبت ايه اللي حوالين المحتضر.
طيب المحتضر خلاص الروح طلعت يا دكتورة سوزان وحدثت الوفاة. ثانية واحدة بس. عند حدوث الوفاة بقى، حدثت الوفاة. بص، عند الوفاة خلاص قالوا ايه ده، خلاص كان بي 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 صوته ابتدى يعني، نفسه ابتدى يعلى يعلى، وفجأة سكت يا دكتورة سوزان. الله، خلاص مات مات، حصلت الوفاة. تبص تلاقوا بقى عند اللحظة دي اللي قال لك حصلت الوفاة، لا يجوز إلا حاجتين، الدعاء والاسترجاع. لما قالوا فلان مات، خلاص ده مات، لا يجوز إلا الدعاء والاسترجاع. البكاء يجوز البكاء زي ما هنشوف، بس في لحظة الوفاة قالوا خلاص ده مات، خلاص البقاء لله والبقاء في حياتكم، ولا اللي بيقولوا الكلام اللي بيقولوه ده بقاء لله، مش هصرخ وصوت واندب واغمى علي، لا 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 يجوز. هما حاجتين، الاسترجاع الدعاء، لانك انت وانت واقفه جنب الميت او انت عند الميت او جنب الميت، وقالك ان وشفتيه خلاص سكت خالص يعني توفى، المكان كله مليان ملائكه بتامن على كل كلمه بتقولوها. اذا حضرتم الميت او المريض فقولوا خيرا، فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. فعشان كده طول ما انا واقفه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه. وهنزل لكم ان شاء الله، والادعيه موجوده بتاعت ادعيه الميت موجوده على الموقع، وهنزل لكم ان شاء الله المره الجايه على الـ على الـ على البيج. طول ما انا واقفه، لان الملائكه بتامن، حتى انا قاعده في الصاله وهو مات في الاوضه، وطول ما انت قاعده اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طلعي الادعيه دي واقعدي ايه، او اي ادعيه، واقعدي ادعيه استغفار للميت، واقعدي ايه وادعي له ان البيت والمكان كله مليان ملائكه عشان يامنوا على الدعاء اللي انت بتقوليه. مش عارفه دعاء ومش حافظه دعاء ومعيش النضاره ومش شايفه يا دكتوره سوزان، يبقى تعملي ايه؟ الاسترجاع، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه. اتعودي كده، او عرفتي خبر وفاه اي حد، مش لازم حد مات عندك، يعني فلان فلان ده فلان فلان باباها مات، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه. اتعودي تقولوا تسترجعوا انا لله وانا اليه، بدل ما اقول يا خرابي يا لهوي يا عيني كورونا دي، ولا مش ايه، ولا مش كورونا، مات من ايه، مش عارفه ايه. نتعود كده، نعقل كده ونركز كده، انا لله وانا اليه رحمه الله عليه، ربنا يغفر له، ربنا يرحمه. وحته الاسترجاع دي لها حدوته حلوه جدا. فاكرين ام المؤمنين ام سلمه؟ ام سلمه دي كانت لها حدوته مع، كانت متجوزه مين ام سلمه؟ كانت متجوزه مين؟ ابو سلمه، يعني مش عاوزه تفكير دي، متجوزه ابو سلمه. هي كان لهم قصته، ابو سلمه ده كان اول واحد هاجر للمدينه، ولما جه هاجر للمدينه خد مراته وابنه سلمه معاه. فاهل مراته وهو لسه في مكه خارج، مسكوا ابو سلمه ومسكوا بنتهم وابنها، وراحوا واخدينها منه، قالوا له انت عاوز تهاجر انت لوحدك هاجر، لكن بنتنا مش ايه مش هتروح معاك. وراحوا واخدين مراته ام سلمه واخدين ابنها. فهو كمل وهاجر الى المدينه. اهله بقى، هو لما عرفوا ان اهل مراته منعوا مراته انها تطلع معاه، راحوا عندها وقالوا لها هاتي ابننا سلمه، طالما انك انت ما رضيتيش تطلعي مع جوزك مع ابننا، يبقى هاتي ابننا. ويشدوا فيه وهي تشد فيه وهم يشدوا فيه، لغايه ما يقال هم خلعوا دراعه. سلمه ده، سلمه ده كان ولد ما كانش بنت يعني، خلعوا دراعه. كانت النتيجه ان هي كانت في حته وابنها كان في حته وجوزها كان في حته، وقعدت فتره طويله جدا تطلع كل يوم المكان اللي سابت فيه جوزها، تبكي 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 جوزها وتبكي ابنها، لغايه حد من اهل جوزها شافها وهي بتبكي صعبت عليه، فراح اقنعهم ادوها رجعوا لها ابنها وخدته ايه وهجرت ولحقت بجوزها في المدينه في قباء. قعدت معاه لغايه غزوه احد، وهو استشهد في غزوه احد. ابو سلمه استشهد في غزوه احد، احد كانت 3 هجريه يعني حوالي 3 سنين، وايه واستشهد ابو سلمه. وهي كانت هاجرت معاه للحبشه قبل كده وبتاع، كانت حدوته معاهم يعني.
فيعني هي زعلت عليه جدا جدا لما مات متأثرا بجرحه في أحد، ف بتعيط جامد قوي قوي عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام راح يقول له بتعيط جامد قوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا قولوا لها اللهم اجر ان خلوها تقول ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وارزقني واخلف لي خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهي قالت لهم ايه؟ يأجرني ازاي في مصيبتي من لي بخير من ابو سلمة، اجيب واحد زيه فين تاني خير ابو سلمة؟ فربنا رزقها مين؟ رزقها الرسول عليه الصلاة والسلام. فعاوزين نتعود ان لما كده اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اما اي واحد يجيله مصيبة ويجيله ابتلاء او وفاة اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فده اللي اسمه ايه؟ وقول ان لله وانا اليه راجعون. يبقى عند حدوث الوفاة الدعاء للميت والاسترجاع ان لله وانا اليه راجعون. ويحرم ثلاث حاجات، يحرم الندب، يحرم النياحة، يحرم الجزع، لكن يجوز البكاء. تعالوا واحدة واحدة كده. يحرم الندب، الندب يعني ايه؟ الندب يعني تعداد المحاسن بتاعت الميت. واحد يندب حد يعني ايه؟ يعني يقول محاسنه، يقول محاسن بتاعته قد ايه هو اتبهدل بعد ما الميت مات يعني. فالعرب عندهم كانوا يقولوها ازاي؟ كانوا بيقولوها يا اما بحرف النداء يا، يعني يقولوا يا سبعي يا دب يا سبعي يا ضبعي يا سنازي، او يستبدلوا الياء بالواو، وسبعاه وحبيباه وليلاه. ده اسمه ايه؟ الندب. الحديث في تحريم يقول ما من ميت يموت فيقول باكيهم، لان الندابه دي كانت لغايه النهارده في الرياف لما حد من عيله القوم كده بيموت في البلد في ستات بيشتغلوا ندابات يروحوا يصوتوا ويبتدوا يقولوا بقى يا سمعنا يا دمعنا يا اللي كنت عن يا اللي كنت مهنينا يا اللي كنت مستتنا يا اللي كنت عامل لنا يا اللي ما شفنا منك حاجه يا الكلام يا اللي ده ها ده كل ده ندب، كل ده ندب. يحرم في الإسلام، رحمة نأثم بإن إحنا نجيبه. الناس بتدفع فلوس عشان تجيب الندبات دول إيه يقعدوا يندبوا، يقول لك عشان يبان إنه إيه دي كل دي دعوة الجاهلية. الجاهلية كانوا بيعملوا كده في الجاهلية، الإسلام حرم هذا الكلام ولغاية النهاردة بتتعمل في العائلات الكبيرة قوي في الأرياف، بيجيبوا ندبات يقعدوا يصوتوا ويعملوا ويندبوا. فعرفت فمن ما مات يموت فيقول باكيهم وجب له وسنداه الا وكل الله به ملكان يلهزانه. يلهزانه يعني ايه؟ يعني طول ما الناس قاعدين يقولوا يا سبعينا يا اللي كنت مهنينا يا اللي ما شفنا منك غير كل حلو يا اللي مش عارفه ايه، يلهزانه يعني ايه؟ يعني يخبطوه بقبضه الايدي في صدره، يعني زي البوكس كده، كل ما الناس تقول وسبعاه وكده دول ايه يخبطوا الميت في صدره. فعشان كده يحرم الندب. تحرم النياحة يعني ايه؟ يعني رفع الصوت بالندب يعني الناس تصوت بقى وتقول كلام بقى، يعني تشوف على ابواب المستشفيات بقى وفي المقابر بقى بيعملوا ايه؟ بيعملوا عمايل صعبة جدا جدا، لان يقول لك ان الميت يعذب بما في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. يعني كل ما الناس يقعدوا يا 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 اللي كنت مهنينا هنروح فين بعد من بعدك، هيجرالنا ايه، الناس هيموتونا هيعملوا فينا يا اللي مش عارفه ايه، كل ده الميت بيعذب بهذا. دي النياحه يعني رفع الصوت بالندب. في بقى الجزع. الجزع ايه بقى؟ الجزع من بقى الواحد يلطم الخدود ويضرب على الصدور وينفشوا الشعر. شفنا احنا في فيلم الارض كده، مش عارفه لما موتوا جوز فنانه كوسي قعدت في الجنازه بتاعته راحت تنكش شعرها كده وبتاع، بيعملوا كده نفس المناظر اللي بتتعمل في الصعيد والجواني، في الصعيد الجواني وفي الارياف، وكان بيعملوا هذه المناظر بتبقى موجوده، ينشفوا يهيشوا شعرهم، يسودوا وشهم، يجيبوا طين ويسودوا وشهم، يجيبوا التراب التراب ويحطوه على دماغتهم. هو ده كل ده من ايه؟ من الجزع. ويلطموا بقى ويقطعوا هدومهم
وضرب الصدور ولطم الخدود والحاجات دي للاسف احنا بنشوفها في ناس محترمه جدا جدا المفروض انها متعلمه وكده، واول ما بتحصل وبيسمعوا خبر وفاه حد على طول بس تقوم لطمه على وشها تقوم مش عارف. طبعا دي بتبقى حاجه صعبه جدا جدا يعني، فارجوكوا تخلي بالكم من الحاجات دي قوي يعني، ده حرام حرام الكلام ده. يبقى قلنا بيحرم الندب، يحرم النياحة، يحرم الجزع. يجوز البكاء. البكاء يعني ايه بقى؟ في حديث بيقول حديث بيقول ان الله لا يعذب بدمع العين او حزن القلب، ولكن يعذب بهذا، ومسك لسانه يعذب بهذا او يرحم. يعني ايه بقى؟ يعني ربنا ما بيحاسبناش لو بكينا او حزننا، لكن بيحسبنا لو اتكلمنا. ودي من ضمن الحاجات اللي انا عاوزكم تتعلموا. اولا مش عيب ان راجل او ولد يبكي، مش عيب ابدا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى في اكتر من موقف. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجاله ما يعيطوش. لا يعيطوا، ما تعيطيش عليها، اللي زي امك دي ما يتعيطش عليها. لا، البكاء ده رحمه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بكى على ان حفيده ابن السيده زينب او بنتها توفت في ايديه، توفت وهو شايله. بكى الرسول عليه الصلاه والسلام، والصحابه قالوا له ما هذا يا رسول الله؟ قالوا عم شافوا دموعه، قال لهم هذه رحمه جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. فان الراجل يعيط ده مش عيب، من ست تبكي ده مش عيب. العيب ايه؟ ان انا ايه اتكلم. وقلت لكم اتعود كده، سواء كنت ولد او بنت، راجل او ست، اي ابتلاء يجي لك، اي ابتلاء من اي حاجه، الولد عمل وحش في الامتحان، البنت مش عارفه حصل لها ايه، حصل حدث وفاه ولا كده، ابكي زي ما انت عاوز، احزن بقلبك زي ما انت عاوز، لكن تنطق لا، لانك مش هتضمن انك انت لما تنطق ممكن تنطق تقول ايه. انت لو نطقت وقلت ليه ضعت، ما تضمنش نفسك ساعتها. ما تبصش بس ده حد يعني حد كبير بعيد عننا او حاجه او مصاحبي او كلام كده، لا لا لا. لما يبقى ابتلاء بقى ابتلاء، واحنا شفنا بيبقى ابتلاء مثلا في يعني اشد انواع الابتلاءات، الابتلاء اللي في الضنك، ربنا ما يوري حد. يعني كانت واحده كانت بتحكي لي بتقول لي ربنا ما يوري حد يا رب، بتقول لي انا شفت فقد الام، وشفت يعني امها توفت، يعني شفت فقد الام، وشفت فقد الاب، وشفت فقد الاخ، وشفت فقد الزوج. جربت فقد الام والزوج والاب والاخ والضنه، ما لقيتش زي حرقه الضنه. ربنا ما يوري حد، ما يحرق قلب ام على ابنها ولا على بنتها. ولما تلاقي حد كده يعني ابنه ولا بنته راحت منه وتلاقيه بيعاد، إذا المفروض يثبت عن كده، المفروض ما تعملش كده، ما احنا كلنا هنموت، لازم تقدري ان هي محروقة جامد، ما جامد، ربنا ما يوري حد. وانا اذكر شفت مرة واحدة بنتها كانت وحيدتها توفت، والست كانت كبيرة في السن. انا فاكرة روحنا للست دي بالليل، الست دي قعدت من 12 بالليل لغاية 6 الصبح، قاعدة تقول 3 جمل أو 3 كلمات: يا بنتي يا حبيبتي يا ضنايا، يا بنتي يا حبيبتي يا ضنايا، قاعدة تقول كده. فاصل يعني أما تلاقوا حد كده ضناه راح منه، ربنا يثبت الجميع يا رب، ويجعله في ميزانه، فبتعيط تقول ما تعيطيش، لا سيبيها تعيط. حزينه ولابسه اسود ولابسه، هنتكلم بقى طبعا عن الحداد والكلام ده، مش سهل بالراحه. بنقول ايه بالراحه؟ يعني نشوف ناس صعبه جدا جدا وقاسيه جدا في معاملاتها مع مثلا اخوها توفى، قاسيه مع امها، انت عامله لنا محزنه، ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ما مش عارفه. بالراحه. فخلاص احنا اتفقنا ان يعني مش عيب ان احنا الواحد يبكي، مش عيب الواحد يحزن،
العيب ان احنا المشروب مطلوب اليحيى ان احنا ايه يؤاخذنا ايه بهذا. فعشان كده لما نزعل مش ابتلاء جامد يعني، تزعلي من اي حاجه ما تتكلميش، ما تتكلميش، ابكي وحزني زي ما انت عاوزه، انت ما تتكلميش، خصوصا وانت حزينه او زعلانه ممكن تغلطي، تغلطي في حد، تغلطي في حاجه. ربنا يثبت الجميع. طيب دكتوره سوزان، ما هو في حديث بيقول لا بص، لا في ناس بقى ايه، ناس مش فاهمه بقى كده يعني، تخشي بتقول لك ايه، ما تعيطيش يا فلانه، الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ايوه في حديث كده، الميت يعذب ببكاء اهله عليه، بكاء اهله عليه. ايوه في حديث كده. انه بكاء بقى مش البكاء اللي احنا قلنا عليه اللي هو بكاء مفيش كلام معاه، لا، المراد البكاء بقى هنا ايه، المراد النياحة او الند، واحد ينزل يا ابني يا حبيبي يا جوزي يا اللي وريتني، ده بكاء معاه ندب، معاه ندب او معاه جزع، هو ده اللي ايه اللي يحرم، البكاء اللي يحرم اللي اهله بيتعذبوا بيه، معاه نياحة او معاه ندب، هو ده اللي اهله اللي الميت بيه بيتعذب ببكاء اهله. لكن البكاء العادي ده لا، ده يجوز ان الواحد يبكي. ودي ارجوكم يعني، ما نشوف ولد صغنن قد كده مثلا حاجه، حد اتخانق مع حد كده ولا جاي يعيط، ما فيش، انت راجل ما تعيطش، لا سيبيه يعيط، سيبوه يعيط، وحاول تهديه وتعرف انت بتعيط ليه ومش عارفه ايه، ومش بس انت راجل ما تعيطش، لا. ودي بنشوفها كتير قوي كاتمين في نفسهم. وطبعا في ولاد وفي رجاله بتقدر تستحمل، في رجاله ما بتقدرش تستحمل، بس لا الضغط بقى يرتفع ومش عارفه ايه وبتاع، وتبتدي ترعش وتبتدي مش عارفه ايه. فالبكاء ده بيبقى ايه، رحمه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه جعل الله في قلوب من شاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب عند تيقن الموت بقى الدكتور صار خلاص احنا ايه اتاكدنا انه اتوفى، عند تيقن اتاكدنا خلاص انه اتوفى يا دكتوره سوزان، احنا قلنا عند ساعه الوفاه لما عرفنا ان فلان اتوفى هنعمل ايه، ما فيش غير الدعاء والاسترجاع، ويجوز ايه البكاء، اي حاجه تانية تحرم. طيب احنا متاكدين بقى خلاص اتاكدنا، لان خلي بالك ممكن لما يقول لك ايه، قالوا ايه ممرضه جت خرجت قالت لك ايه، هو ده توفى البقاء لله، وبعد كده لا 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 استنى، ده الدكتور عمل له ما اعرفش ايه بتاع وايه ورجع تاني ايه دبت فيه روح تاني. الكلام اللي هنعمله ده عند تاكل خلاص، احنا خلاص قالوا لنا كده، فضلوا يروحوا وحاسبوا وقع المستشفى، او خلاص ايه هو توفى. طبعا هو لو توفى في المستشفى، المستشفى بيعملوا كل الشغلانه دي، ما حدش فينا بيقرب للي انا هقوله دلوقتي ده. المشكله كلها لو من الواحد بيتوفى في البيت، وهي دي بقى اللي احنا عاوزين، وكلامنا هقوله لكم ده يمكن مش هتلاقوه مكتوب في كتب ولا موجود في حته. المطلوب لو حصلت الوفاة في البيت، لو حصلت الوفاة في البيت بصوا هتعملوا الحاجات دي وانا كاتبها لكم بالترتيب. تجهيز حاجتين واختار ثلاث حاجات، اختار ثلاث بني ادمين او ثلاث حاجات بالترتيب ده. تجهيز الكلام ده اللي هقوله ده هيتعمل في وقت واحد، التجهيز اللي بقوله عليه ده واختار، ونقول للناس ازاي. تجهيز ايه بقى؟ هنجهز حاجتين، هنجهز الميت للغسل وهنجهز البيت للعزاء. الميت للغسل ايه؟ ما المغسلتيه هتيجي يا دكتوره سوزان. لا، ما المغسل اللي هتيجي تغسل، المغسل اللي هيجي يغسل ده احنا هنكلمه عشان يجي يغسل لنا ده. مش هيجي كده، مش هنسيب ده، لانه مات الدكتور زي رحنا ايه مغطينه بالكوفيرتا وطلعنا بره وقفلنا الاوضه عليه وخلاص. يجي بقى المغسل الثاني يفتحوا الاوضه بقى، الجو حر ويفتحوا الاوضه يلاقوا الريحه عامله ازاي، يلاقوا ال خرج فضلات، خرج استفرغ، كان مستفرغ، كان يعني ربنا ما يوري حد. لو كان في البيت حصل الوفاه، هنجهز الميت للغسل عشان ايه المغسلاتي او مغسلاتيه تيجي تغسل.
هنعمل ايه؟ اول حاجه هو او خلاص احنا اتاكدنا ان هو مات، هنعمل طبعا ايه، بنغمض عينيه، بنقفل عينيه، بنقفل عينيه وبنقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. كل الكلام ده مكتوب عندكم في الورق ان شاء الله، هيكون موجود بعد الـ بعد الـ بعد اللايف، هتلاقوا الصفحتين دول موجود فيها الكلام ده كله. عاوزكم تقروه ولو مره واحده، ارجوكم اقروه النهارده، ولو كان في اي حاجه مش فاهمينها او في اي استفسار تبعتوا لي على طول الكومنتس في الصفحتين دول بس، في الحاجات اللي انا اتكلمت فيها فقط. بسم الله وعلى ملة رسول الله. انتوا عارفين الميت بعد مرور فتره من الوفاه بيحصل تيبس في العضلات، العضلات بتفضل زي ما هي بتتشدد، فعضل العين لو ما كناش هنقفلها بتفضل مفتحه على طول، بتفضل مفتحه. وكتير من في الحوادث والكلام ده الناس بتموت في الحوادث وكده، ما بيلاقوش حد يقفل لهم عينهم، فالعين بيفضل ايه، يفضل مبرق، بيفضل عينيه مفتوحه ما بتقفلش تاني، ما فيش يقفلوها تاني. او تبص تلاقي بقه ايه، مفتوح، بقه مفتوح. في مايك ايه، عارفه المايك مال، وانا اسفه معلش المره دي هني في الحقن تنازل عن الشياكه فالبق لو ما اتقفلش البق بيفضل مفتوح اكتر، بيبقى طبعا بيبقى منظره صعب جدا جدا يعني. فكل اول حاجه هعملها ان انا هقفل عينيه وبسم الله وعلى ملة رسول الله. الحاجه الثانيه هقفل بقه، اقفل بقه ازاي دكتوره سوزان؟ هو لسه زي ما بقول لك العين، يقول لك الميت لسه سخن يعني، في ايديكي ممكن يتحرك كويس يعني. بقفل بقه ازاي؟ ان انا يا اما احط حاجه تحت دقنه، ارفع دقنه كده، لان ايه التون بتاع العضلات بيروح، فتبص تلاقي ايه العضلات كلها بتسيب، فبقه عضلات البق مفتوحه، فانا عاوز اقفل ازق بقه كده. فازقها ازاي؟ يا اما ان انا اجيب حاجه ازق بيها بقه، ازق بيها زي ايه؟ ممكن تجيب فوطه وتبرمها، تتنيها وتبرمها وتحطها كده تحت، او بتجيب اي شرب او منديل وتقوم ربطه من تحت الدقن كده وربطه على دماغه من فوق. كل ده قبل ما المغسل يجي هتعمل الشغلانه دي. لا يا دكتور زين انا بخاف، مفيش حاجه اسمها بخاف. وانت لازم تفهموا الكلام ده، لازم يتعمل، لان ممكن اهل العيان يبقوا في حاله يرثى لها، مش قادرين. طبعا انت لو كان لك سلطف عليهم او يعني ممكن تقدر تعمل الكلام ده، او واخد عليهم قوي يعني او كده، طبعا لازم في حد من اهل العيان واقف معاك يعني، او يوقف كده. في بعض الاهالي ما حدش يمسك اي حاجه، ما حدش يلمسه لغايه ما يجي الراجل المغسلاتي وخلاص، مش هتعمل الكلام ده ولا تعملي الكلام ده. لكن في ناس تانية مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تعمل ايه. فانت يعني حفظا لكرامه الميت بقول لكم على بتقفل ده. طب ما البتاع هيجي، احنا كلمنا المغسلات ده ولا البتاع، هيجوا يغسلوه بكره الصبح يعني، بكره الصبح قعدنا الصبح فات الوقت اللي العضلات حصل تيبس في العضلات، اتاخر المغسلات لاي سبب من الاسباب، فدخلنا لقينا عينيه مفتحه ولقينا ايه بقه ما اعرفش اعمل ازاي. فالحاجات دي لازم تتعمل، وبالراحه كده بنفهم اهل العين الحاجات دي لازم تتعمل. وهم يعني دي من اللحظات اللي كنت دايما بقول في لحظات هتكون في حياتك، هتبص تلاقي كل اللي حواليك واقعين، اللي حواليك سواء اكبر منك ولا اصغر منك واقعين، مش عارفين يتصرفوا، مش عارفين يفكروا، مش عارفين يعملوا ايه، زي لحظات الموت دي، مش عارفين نعمل ايه، هو المفروض نعمل ايه دلوقتي، هو المفروض نعمل ايه. فلما كنتش انت ثابت، ودي اللي بعلمها لكم، لازم انت تثبت عشان تعرف تثبت اللي حواليك، سواء كنت ولد ولا بنت، سواء كنت راجل ولا ست. لما بتبقى ثابت وعارف ازاي بتفكر ازاي ومرتب هتعمل ايه، بيفرق جدا في سهوله ايه، الامور بتمشي بسهوله وبتمشي بيسر وبسلاسه جامده جدا. فلحظات الموت دي انا عارف هعمل ايه كويس قوي، فقفلت عينيه وحطيته البق وعرفته عملته ازاي. وبعد كده انا ممكن طبعا لو كان في مركب قسطره ولا مركب بتاع مركب محليل ولا كلام كده، ممكن اشيلها لو بتعرف، ما بتعرفش خلاص سيبها لغايه ما يجي حد يشيل ايه، شوف حد يشيلها. ابص الاقي ايديه مثلا ممكن كان تاني ايديه كده، كان حاطط ايديه كده عامل كده، لو ما لحقتش تفرد ايديه هتفضل عامله كده. مات وهو تاني ركبته يا دكتوره سوزان، تاني ركبته او ملوح او رجليه مفتوحه كده،
فانا بعمل ايه؟ ببتدي الين المفاصل، الين المفاصل يعني افرد واعمل كده، وابتدي اسوي الاعضاء. دي كانت في دراع مفروض كده، فالدراع ده المفروض ان انا ايه، ان انا ايه بجيبه دراعاته الاثنين بجيبهم جنبه، احطهم ايه، احطهم جنبه، رجليه الاثنين بلين المفاصل، ممكن تكون ركبته متنيه مثلا او حاجه، بحاول ايه افردها على قد ما اقدر، وايه واسوي اعضائه جنب بعضها، واحط ايديه جنب بعضها، وابتدي اقلعه كل هدومه، ابتدي اشيل كل هدومه. مش هقلعه يا دكتوره سوزان بقى، لا مش هقلعه، ممكن تعمل ايه، ممكن ايه الهدوم دي ممكن ايه، ممكن تتقص، ممكن تقص عشان يبقى ايه، يبقى سهل. واغطي العوره، العوره ممنوع منعا باتا العوره تتكشف، فقبل ما هشيل ساتر العوره او ازار او اي غيرات الداخليه، بكون حاطط ملايه او حاطط كوفرتا او نص ملايه او كوفرتا او فوطه مغطي بيها، واسحب من تحت الايه الغيارات بتاعته. وبعد كده بجيب قطنه او فوطه وببلها بميه وكلونيا، ميه كلونيا، وبمسح كل جسمه. في اثار دم كان مستفرخ، كان دم يا دكتوره سوزان، كان مطرح جرحي كده، ببتدي ايه امسح كل، ابتدي امسح كل جسمه بالميه وبال يعني اجيب طبق كده احط فيه ميه واحط فيه نص ازازه كولونيا كده ولا حاجه، وبالفوطه وبعصر، وابتدي ايه امسح له، وامسح وشه، وامسح راسه، وامسح ايه، وامسح كل جسمه. وبعد كده بجيب فوطه او اجيب قطن واحطها على الفرج، على الفرج، عشان امنع اي شيء من السبيلين يخرجوا قبل ما يجي الغسل. عملت مسحت كل جسمه، وحطيت فوطه او قطن على الفرج عشان ما فيش اي حاجه تخرج، وقلعت كل هدومه، عملت ستر العوره، واقوم مغطياه كله سترا من العين، كل العين بقى اغطيه بكوفيرتا او بملايه، واقوم مغطياه كله. ساعات تبص تلاقي ايه، ساعات تبص تلاقي دكتورة سوزان هو قبل ما هو بيطلع في بيحتضر نزل بول ونزل براز، هتلاقي كده، ممكن استفرغ دكتورة سوزان، ممكن استفرغ دم، استفرغ قيء عادي، وجيه على الملاية، الملاية دي لازم تتشال، دي لو قعدت لغاية لما يجي المغسل، دي تخيلوا الريحة تبقى عاملة ازاي. فانت بنغير الملايه ازاي ان شاء الله المره الجايه في الغسل، انا هوريكم ازاي، سهل قوي قوي، انك انت العيان هو نايم كده بتبرمي الملايه وتجيبي الملايه الجديده وراها، وهوريكم ان شاء الله كده عشان هيبقى معانا الباربي، فهوريكم ازاي تغيريها. سهل جدا انك انت تغيري الملايه، وفي اي حاجه عليها دم او حاجه دي لازم تتشال، والبيضات بتبقى نظيفه، تغيري الملايات وتحتيه وبتغطيه، وبعدين بتبتدي تشغلي مراوح او تكييف. عندك تكييف في الاوضه، شغلي التكييف لغايه طول الليل، شغلي التكييف او شغلي مراوح. ما عندكيش مراوح في البيت، استلفي مسواحه من حد، ودي الاصحاب بيبقوا في كده بقى، بتجهزوا بقى كده انك انت بتبقي عارفه انتوا محتاجين ايه، نجيب طنط، اجيب لكم مروحه، اجيب لكم مش عارفه ايه، هو عنده ما عندنا مروحه كده، سايب له مروحه في الاوضه، لا نجيب مروحتين عشان لازم الاوضه جوها يبقى بارد خالص، علشان ايه ما يحصلش ايه، الميت ما ريحته ما تتغيرش، وما يحصلش في تغيرات جامده خصوصا في الجو الحر. فالتكييف يا اما شغله على طول، يا اما مراوح. ابتدي اعطر، اخلي الاعطر المكان، اعطر المكان ازاي، بحط فيه بخور، ممكن اولع بخور تبقى ريحه كويسه، او معطر، اي معطر عندك، بس الاوضه تبقى ريحتها كويسه، لان بقول لكم ما تضمنوش الميت قبل ما يتوفى استفرغ او في فضلات نزلت او حاجه بتعمل ريحه وحشه قوي، فالناس لما بتيجي تخش عليه وتلاقي الريحه الوحشه دي مش يعني انا بقول لكم يعني المفروض الناس تخش تدعي، مش قادرين يقفوا في الاوضه، انا شفنا ناس كده. فحفاظا على كرامه الميت، فدي اخلي الناس ايه يعني لو حد دخل، وخصوصا في الاوقات اللي زي دي بيبقى في ناس غرب كتير جدا جدا بيخشوا على الميت، يعني ليكي بنت خالتك، عمتك، مش عارفه ايه، ما بيجيلكوش غير ما عرفوا حاله الوفاه جولكوا، فيخشوا يشوفوها، فما يخشوا بقى يلاقوا ريحه وحشه، يلاقوا مش عارفه ايه، بتبقى ايه مش حلوه قوي قوي في حق الميت وفي حق اهله. فقلنا تعطير المكان،
كمان جمع كل المتعلقات الشخصيه بتاعت الميت، الادويه بتاعته يا دكتوره سوزان، كان الادويه بتاعته، كان الازازه الميه بيشرب منها، كان علبه الدواء بتاع، علبه مثلا يعني الطقم بتاعه، اي متعلقات شخصيه، الساعه بتاعته، ادوات الحلاقه محطوطه على التولات اللي مش عارفه ايه بتاعه ده اللي بيسرح بيه ما اعرفش ايه، كل ده بيتلم من الاوضه، بيتلم وبيتحط في دولاب في درج او في درج وبيتقفل عليه. بروق الاوضه على قد ما بقدر وبنظف الاوضه كويس قوي، ولو كان في حد شغالين او حاجه يا ريت تنظفي الاوضه، عشان بقول لكم في ناس غرب كتير هتخش الاوضه، فطبعا الميت مش عارف انه هيموت، ممكن نلاقي هدوم مش نظيفه موجوده، هدوم منكوشه، ملايات مش عارفه عليها ايه، بقايا فلوس، حاجات مش نظيفه، فكل ده لازم يتروق خالص خالص حوالين الميت، كل ده قبل ما المغسل يجي. فجمع المتعلقات الشخصيه بتاعت الميت كمان، معلش يعني الكلام ده مش مكتوب في كتب بس للاسف ده من ضمن الحاجات الوحيده شفناها. تنظيف دورات المياه، ان البيت هيحصل فيه عزاء، في ناس هتيجي غرب عاوزين يخشوا الحمام، واللي عاوزين يغسلوا هيخشوا الحمام، دخلنا الحمام لقينا ايه بقى، في ايه، اصل احنا كنا بنغسل، اصل في غسيل مش نظيف، اصل الميه مش عارفه ايه، اصل الفوط ما اعرفش عليها ايه، اصل التنظيف دي من ضمن كل الكلام ده بيتعمل. يعني لو حضرتك لك مراتك او لك حد كده ومحدش عارف يعمل الكلام ده، ايه بس حد مش شغالين بتجيبيه ويلا من فضلك اعملي الحمام، وغير الفوط في الحمام لان قلت لكم في غرب هيخشوا وهنستعمل الحمام. في حاجه تانية كمان فقلت غيرنا، تجهيز مكان الغسل، هنغسله فين؟ هنغسله فين؟ طبعا اللي كنت هتغسلوه في الاوضه اللي انتوا فيها اللي هو ميت فيها، حصلت الوفاه فيها، فلو في سجاجيد ولا كل ده بيتشال، كل ده هيتشال قبل ما، كل ده قبل ما المغسل يجي، كل ده قبل ما المغسل يجي عشان ما نضيعش وقت. وهنشوف بقى عشان هو هيحط بتاع البلاستيك اللي بيجوها اللي هي زي الترولي كده، الترابيزه كده زي الترولي بلاستيك بيجيبوها عشان يغسلوا عليها، فدي هتتحط. شوف الاوضه عندك، الاوضه بتاعت الميت هتكفي ان احنا نغسل فيها ولا مش هتكفي؟ لا مش هتكفي يا دكتور، عشان الاوضه صغيره قوي، يبقى ممكن نغسل في الحمام. هتبص الناس لا 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 ما حدش يغسل في الحمام، ليه يا ستي؟ لا 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 الحمام، لا الحمام ده كله نجاسه، ما حدش يغسل فيه، لازم مكان طاهر، لازم مكان طاهر. معلش هتلاقي فيه الناس تمسك في بعضها بقى في الحته دي، هل يجوز واحد يغسل في الحمام؟ ايوه يجوز يغسل في الحمام، بس في نجاسات يا دكتوره سوزان؟ لا يا حبيبي ما فيش نجاسات، ما تغسلش في مكان فيه نجاسه، الحمامات بتاعتنا دلوقتي ما فيش فيها نجاسات، مش في عندنا صرف، مش في حاجه اسمها سيفون، النجاسه بيشيل النجاسه، بس ده فرض يا دكتوره سوزان، وما ينفعش اعمل فرض في مكان فيه نجاسه. يا سيدي ده ما فيش فيه نجاسه، ما انت بتغتسل، ما هو احنا هنغسل الميت، هنغسل الميت زي ما بنغسل الحي، ما انت مش بتغتسل في الحمام، والغسل بتاع اللي بتغتسل فيه في الحمام ده مش فرض برضو وعباده برضو وبعملها في الحمام، ولا بتروح تغتسل في الصالون؟ يعني بقول لكم يعني هي ده، بقول لكم دي من ضمن المحادثات والخناقات اللي بتحصل ساعتها. انا يعني بقول لك لو لقيت حد متماسك يقول لك لا 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 ما نغسلش في الحمام، ما نغسلش في الحمام، خلاص اسكت. بس انا بقول لك ليه؟ ما حدش عارف الظروف، ما فيش مكان نغسل فيه غير الحمام، ينفع يا دكتوره سوزان؟ ايوه ينفع. والاجابه هتبقى ايه؟ طب ما احنا بنغتسل فيه واحنا ايه؟ واحنا عايشين مش كده ولا ايه؟ مش واحد بيغتسل من جنابه ولا بيغتسل من حيض او نفاس، مش بتغتسل في الحمام؟ زي في غسل الحي زي غسل الميت بالظبط، بس الناس مش فاهمه هذا الكلام، وطبعا صعب جدا تقنعهم والاعصاب مشدوده وكلام كده، فايه خلاص ما نعملهاش ايه حدوته، بس انا بقول لك اعرف ان ساعات ما فيش مكان نغسل فيه غير الحمام، فساعتها هل يجوز؟ يجوز ان احنا نغسل في الحمام. فهنجهز مكان الغسل، فقلنا مكان الغسل وهعمله في الاوضه او هعمله في طرقه او في اوضه معينه، الاوضه دي بقى بشيل السجاجيد، بشيل لو في كراسي زياده او في حاجات زياده ممكن اروق، كمان لو كان في ذهب في فلوس مش عارفه ايه، تلم كل 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 ده بيتلم بيتلم وبيتحط في حته في درج ولا حاجه وبيتقفل عليه عشان بقول لكم في رجل غريبه ايه هتخش.
هقول لكم حاجه بقى ايه برضو من ضمن الحاجات الغريبه اللي او المواقف اللي حصلت. ساعات تبص تلاقي مره جاي المغسل، جاي المفروض المغسل هو بيجي بيجيب معاه اللي بيقول عليها الخشبه دي، الخشبه او دلوقتي بقت بتاع بلاستيك كده، وزي بتاع بلاستيك بيحط عليها بتاع وليها مكان الميه بتنزل منها، ويعني بقت شيك قوي دلوقتي. او في الحتت العاديه بيعملوا بيجيبوا خشبه كده بيبقوا جايبينها بتقف على قاعدتين كده. وعلى فكره في بعض المساجد، بيبقى فيها حاجات تغسيل الميت دي، بتبقى لله كده ما بتتاجرش ولا حاجه، وبقى فيها اكفان للناس الغلابه قوي. يعني برضو لو بتعرف المعلومه دي، ساعات ناس حد غلبان ولا كده ومات وملوش حد ومش عارفه ايه، فالجامع اسال في الجامع، اسال دايما في كتير قوي من الجوامع دلوقتي بيبقى فيها كفن اكفان وبيبقى فيها خشبه عشان الناس تاخدها تغسل. فشفت مره المغسل جاي هو اللي بيجيب الكفن وبيجيب الحاجات دي كلها. فالمغسل جاي بيقول معلش اصل الخشبه ميت تاني خدها. طب احنا هنغسله فين بقى دلوقتي؟ هنغسله ازاي؟ لو حصل، انا بقول لك الظروف ما حدش عارف الظروف ايه، لو حصل واتزنقته في حاجه زي كده تعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ في سراير بتاع زمان خشب مله، اللي هي مله خشب كده. خلاص؟ بتشيل المراتب. وتشيل طبعا كل اللي تحت السرير، ده كل ده بيطلع. كويس؟ وبعد كده بتجيب طشتين تحطهم تحت السرير، وبتحط الميت على السرير على المله الخشب دي، وبنغسل على الايه؟ على السرير، على مله السرير. لو حصل بك الظروف، ما حدش عارف الظروف ايه، عشان تعرف ايه تتصرف. ممكن بتفرش الاكياس بتاعت القمامه السوداء دي، بتفرشها تحت التشوط دي، وعشان ايه وهو بيكب الميه تنزل في التشوط دي، وايه ما تبلش ايه ما تغرقش الدنيا. ماشي الحال؟ طيب يبقى قلنا ده ايه؟ قلنا ده تجهيز الميت للغسل. انا كده جهزت الميت، الميت. ستر العورة لوحده بجيب بقول لكم بشكير او فوطة عريضة وبلفها بيه عليه، زي ما هنشوف المرة الجاية ان شاء الله. بلفها عليه وربط راسه من فوق، او حط فوطة تحت دقنه علشان بقه، ومسحة كل جسمه، مفيش يعني مفيش اثار دم، اثار قيء، اثار اي حاجة، كل ده مسحة بالكولونيا، والمية بالكولونيا مسحة، والعيان زي الفل، اعضائه متساويه ومحطوطه جنبه، وايه ومتغطي ايه بايه بكوفرتا ايه او ملايه، والمكان ريحته كويسه، والمكان هاوي، وجو حلو قوي في الاوضه. فدي كده يبقى كده الميت جاهز للايه؟ للغسل. يبقى انا جهزت الميت بتاعي للغسل. الحاجه الثانيه عاوز اجهز بقى في نفس الوقت، يعني شوية هيبقوا بيجهزوا العملية والمكان بتاع الميت، شوية تانيين هيبقوا بيجهزوا ايه بقى؟ بيجهزوا البيت للعزاء. احنا ما كناش عارفين انه هيموت يا دكتورة سوزان، مش عارفين انه هيموت. فوارد طبعا بقى، وارد مش عارفة الاكل بقى، وارد الاكل على السفرة، فلان كان قاعد بياكل ترمس، فلان كان بيتقزقز لب مش عارفة ايه، الغسيل كنا بنطبقه لميناه وما نشرناهوش، ولميناه وما طبقناهوش. البيوت محدش بيبقى جاهز، يعني عارف ان في وبعدين خلي بالك العزا ده في ناس غريبة هتخش البيت عندك، فلازم البيت ده يبقى ايه؟ يبقى مظبوط تمام، علشان ايه؟ سترا للميت والاهل الميت. طبعا اهل الميت ممكن ما يعرفوش الكلام، ما يعرفوش يفكروا اللي انا بقول لكم عليه ده، وعشان كده بقول لكم الورق ده يا ريت ان شاء الله هنزل لكم كله على بعضه على السايت، بس دلوقتي احنا هناخدهم صفحتين. الورق ده يا ريت تخلوه عندكم لما يحصل اي حاله وفاه، او حد عنده حد تعبان كده ياخد الكلام ده عشان يعرف هيتصرف ازاي ويعمل ايه. اجهز البيت للعزاء ازاي؟ اولا لازم اوسع المكان ده، في ناس هتيجي، يعني اي حاجات اوسع، مثلا اولا لازم اعمل مكانين، واحد للستات واحد للرجاله، واي عفش زياده احاول يا اما اجيبه على الحيطه، او ان انا ادخله في اوضه، لو سفره مثلا ينفع انها تخش اوضه ثانيه خير وبركه. ما ينفعش يبقى اجيبها جنب ايه الحيطه، سفره عندنا في وسط الصاله، لا يبقى اجيبها على الجنب، يا اما ادخلها في اوضه. اي كراسي زياده ممكن ايه يعني
ترابيزات زياده كبيره قوي او حاجه ممكن اشيلها عشان اوسع المكان، وابتدي احط اكبر عدد ممكن من الكراسي. وقلت لكم هجهز مكانين، يعني الصاله هيقعد فيها مثلا الرجاله والصالون هيقعدوا فيه النساء لما يجوا يا دكتوره سوزان. لازم تجهزي مكانين، والمكانين والكراسي تحطيها على قد ما تقدري الكراسي جنب بعضها. في بعض البيوت عندها كراسي كفايه مش محتاجه تجيب فراشه، انا قصدي اقول ان مش كل بيت لازم نجيب فراشه، مش كل ما تجيب فراشه، لا مش لازم، لو عندك كراسي كفايه خلاص. لو ما عندكيش يبقى ممكن تجيبي دسته ولا دستتين بقى زي ما بيجيبوا، تحطي في طرقه قدام الشقه لو عندك، او تحطي في مدخل العماره، يعني كل واحد حسب ايه، حسب ظروف طبعا يعني. بس مش لازم الفرق يقول لك ما نجيب فراشه، مش لازم يعني، لان خصوصا دلوقتي في ناس كتير قوي ما عادش بتيجي، بيبعتوا تليجرام، بيبعتوا على الواتساب، بيبعتوا على الفيسبوك. في ناس ما لهمش قرايب كتير، بس في ناس تعمل العزاء في القاعات اللي بيعملوها دي في المساجد، مع ان دلوقتي ما عادش في عزاء خالص وما عادش في كده. فعمليه الفراشه دي يعني انا حاطه لك عليها حتى علامه استفهام، يعني ممكن تطلبي فراشه وممكن ما تطلبيش. انا عندي دكتوره عندي 8 كراسي سفره، وعندي مش عارفه 7 كراسي الصالون، وعندي 4 في الانتري، وجارتنا السعوديه هتجيب لنا 4-5 كراسي من عندها. خلاص ماشي الحال كده وشوفي، لقيتي نفسك الناس بيكتروا قوي 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 ساعتها ممكن تبقي تطلبي فراشه. لكن يا عيال ما تحمليش حاجه انت مش ممكن ما تستعمليهاش. من الحاجات اللي بجهز البيت قلت لكم توسيع المكان، لازم في مراوح وتكييف، يا اما في تكييف ما عندناش تكييف يبقى مراوح في كل اوضه، يبقى في مروحه او مروحتين خصوصا العدد والنفس. فلازم يبقى في مراوح كتير او تكييف كتير للناس اللي هتيجي، تبقاش الناس قاعده تخر والجو حر، فلازم يبقى في مراوح. وممكن ايه مش عيب ابدا ان احنا بنستلف اصحاب بقى اللي واقفين بقى بدل ما هم قاعدين بقى مش عارفين يعملوا ايه، اجيب لك مروحه او انا قبل ما اجي فلان فلان، طب اجيب لكم معايا مروحه، عندكم مراوح كفايه، عندكم مش عارفه ايه، انت روحتي وبعد كده لقيتي ان مفيش مراوح كفايه، طب ابعت اجيب اكلم هدى، عندك يا هدى مراوح، منى ممكن تجيب لنا معاكي مروحتين وانت جايه كده. فدي من ضمن الحاجات ازاي بتقفوا مع بعض، من الحاجات اللي بتبصوا فيها، وانا كاتبها لكم الكلام ده كله في الورق. مراوح او تكييف، لازم في صواني عليها. ابص تلاقي يعني جت اخت الميت ولا جت اختها واخت المتوفاه وجت وفات، ممكن كوبايه ميه من فضلك، ممكن ميه هاتي ميه، تروح تجيب لها كوبايه وتجيب لها كده، من فضلك ممكن ميه، تروح تجيب لها ميه، ما ينفعش كده. بحط في كل مكان، في كل اوضه، افرضي مثلا عندك اوضه سفره فيها ناس وحاطه ناس، اوضه الصالون والصاله مثلا فيها ناس، يبقى عندي 3 صواني، كل صينيه عليها كوبايات فاضيه، ودور واسمه شفشق في ميه بتلج، يبقى محطوط على ترابيزه في مكان واضح، بحيث اللي قاعد شايف الميه هو ممكن يجيب لنفسه ميه او حد ينوي ميه، عشان ما يفضلش اهل البيت ايه رايحين جايين وما بيتهدوا في الاخر. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بنشوفها، لازم صواني عليها اكواب ميه، وحتى ما عندكيش كوبايات ميه زي. الحاجات دي بقى بتجهز قبل الناس ما بييجوا، كل ده بيجهز قبل ما الناس ما بييجوا. ما عندكيش كوبايات كفايه، كوبايات بلاستيك، حط كوبايات بلاستيك مقلوبه كده، والناس تبقى تيجي تشرب حطي جنبها بصل ولا حاجه يشرب يرمي في الايه في الكوبايه، وتحطيها في اماكن واضحه يعني. وقلت لكم ميه ساقعه. طب اعمل ميه ساقعه ازاي؟ ايوه نعمل، حطي قالب التلج، هاتي قالب الثلاجه، الميه ازاز الميه في الثلاجه مهما كان عندك ازاز كتير مش هتسعف، قوالب التلج اللي عندك مش هتسعف. فبتعملي ايه بقى؟ بتعملي كميه تلج كبيره قوي، يا اما بتجيبي ازاز بلاستيك، الازاز البلاستيك دي بتاعت الميه او ازاز بلاستيك بتاعت السيفن اب او حاجه تغسلها كويس، وقطعيها نصين، قطعيها كده شيلي جوزها كده، او يعني خليها كده بس بارتفاع كده، وحطيها اميها ميه او علب بلاستيك صغيره، اميها ميه وحطيها في الفريزر، بتعملك بلوكس، بتعملك قوالب من التلج، قوالب التلج دي هي دي اللي هتحطيها في الشفشه، دي اللي هتحطيها في الشفشق، وكل شويه بس حد يروح يزود عليها ميه عشان القوالب التلج الصغيره دي مش هتسعفك، هتسيح ومش هتسعفك. فقوالب التلج فتعمله
زجاجات تلج او على بلاستيك تلج. كمان دول الحاجات اللي لازم تتاكدي انها موجوده قبل ما الناس يجوا. بعمل صواني او صينيه او كده. في عندي اكواب ممكن اعمل حاجه عشان الناس تحب تشرب شاي او حب تشرب قهوه. ممكن تحطي صينيه تحطي عليها مجات تحطي عليها كوبايات تحطي عليها صواني وفناجيل عشان القهوه. كل ده المفروض بيطلع يعني. تسالي في بيت طنط فين فناجيل القهوه طنط فين كوبايات لو في كوبايات شاي او في مجات للشاي تقولك طلعي من البوفيه الفلاني طلعي. هي الست مش هتبقى دريانه فاصحاب بقى ما يبقى اصحاب فاهمين وواعيين بيعرفوا ازاي يقفوا. كان عندي بنات ربنا يكرمهم كانوا هم في العزاء بقى اللي يعرفوا يقفوا بقى الوقفه دي هم اللي يجيبوا ويقدموا وينظموا ويعملوا. الناس كلهم كانوا مين دول اخواتها في الدرس دول اخواتها اللي في الدرس. فانا عاوزاكم كده تعرفوا ازاي تبقوا سند وتبقوا جامدين كده وتعرفوا تقفوا مع اهلك مع خالتك مع عمتك مع جارتك مع جارك. تعرف ازاي تقف عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا. تعرف تسال على ايه اللي مطلوب في الوقت ده. مهم كمان يبقى في علب في كلينكس ورق اسمه مناديل ورق. مناديل ورق دي من الحاجات دي انت وانت رايح العزاء ممكن تشتري مثلا 4-5 بتوع مناديل ورق كده البلاستيك دي. مناديل ورق دول تجيب 4-5 كده دول بيتحطوا على كل ترابيزه في كل حته في كل اوضه. تحطي ايه تحطي 2-3 حطي 2-3 في الترابيزه اللي في النص والترابيزه التانيين اللي على الجنب. الناس دايما ايه الناس تبقى جايه ناسيه نفسها وناسيه وقاعده بتعيط وبتاع ومش لاقيه او جو حر مش لاقيه معهاش منديل وكده. فالمناديل دي بتتنطور في كل الشقه في كل المكان اللي بيبقى فيه العزاء. وكمان من ضمن الحاجات اللي طبعا اكتشفت اكتبها في الورق شاي وبن وسكر. تاكد انه في شاي وبن وسكر. وممكن في ناس لو عندك مكان وكده في ناس بتحط الصينيه عليها الكاتل ميه سخنه وعليها المجات وعليها مثلا باكوات شاي وعليها بن. بس البن بقى لازم يتعمل حد. ويا ريت لو حد يعني عندك في البيت تقدروا كويس تشوفي حد مسؤول عن القهوه يعمل قهوه شاي صفراجي او حاجه ممكن تجيبيه. وده بيتاجر من نوادي او بيتاجر ناس كتير قوي بتقدر تعمل الشغلانه دي عشان يعمل القهوه بس ويقدم القهوه ويقدم الميه للناس. وعشان كده في ناس كتير مثلا وهي رايحه تعزي بتاخد تشتري تاخد مثلا ايه علبه سكر كيسين سكر ولا علبه شاي وعلبه نص كيلو بن ولا كيلو بن بياخدوا حاجه كده وعلبه نسكافيه حاجات اللي الناس ممكن تشربها. يشربوا كركديه يشربوا قرفه. في ناس بتحب تاخد حاجات للاهل الميت. كمان مهمه قوي ان احنا في حته الاكل ان احنا نعمل ناس كتير تقول لك ايه اروح نطبخ بقى. طب مش هنطبخ عشان الناس اللي جايتكم بالبلد دول مش هنطبخ لهم. ممنوع تشغلوا المطبخ خالص. كفايه المطبخ عليه القهوه والشاي والميه ده كفايه قوي. اللي عاوز يجيب اكل بنجيب اكل جاهز لاهل العيان لاهل الميت. نجيب اكل جاهز ما هنقعد نطبخ بقى. ما حدش بيطبخ دلوقتي. في اكل جاهز موجود كتير قوي قوي قوي. انت ممكن بس مثلا انت ودي من ضمن الحاجات ان في عندي 3 ايام عزاء. الناس القريبين واصحاب القريبين او انت صاحبك القريب يعني مثلا احمد بكره غداكو انا هجيبه غدا. انتوا كام واحد في البيت؟ انتوا كام واحد؟ يقول لك لا ما فيش داعي مش عارفه. يقول له معلش انتوا كام واحد دلوقتي؟ انت يعني مثلا هو وبابا امي توفت فهو والاب واخوه واخته جايه هي وجوزها ومعاها عيلين. فتعرف في كام واحد في البيت؟ طب الغدا هيجي لكم الساعه 2. طيب بس لازم تقول لازم اللي هيبعتوا اكل لازم تعرف في كام واحد وتعرف وتقول للاهل الميت تقول لاهل الميت انه هيبعت لك. ساعات بيقول لك ايه لا ما تبعتش لا ايه بكره فلان هيبعت لنا. قول له خلاص يبقى انا ايه انا هبعت لك تاني يوم. في بعض الناس لاهل الميت بقى ساعات ايه احنا اتفقنا في واحده زميلنا قال ان هو اللي هيبعت له اول يوم. فوجئنا بواحد زميلهم تاني ما قالهمش بقى ان هو هيبعت لهم بعت لهم اكل. لا ما تبعتش اكل احنا عندنا. ما تقولش لا خالص. خد الاكل ده اللي فيه ممكن يتشال في الفريزر شيله. واللي مش هينفع يتشال وزعه صدقه على الناس ايه على روح ايه روح المتوفي. ما تقولش الاكل لا ابدا يجي لك.
اللي تقدر تشيله شيله، انك انت بعد كده انت ممكن تقعد اسبوع 10 ايام قبل ما تفوق، خصوصا لو كان في مرض طويل والاهل الميت منهكين مش قادرين يتحركوا ولا قادرين يطبخوا ولا قادرين يعملوا، والرجل جايه والناس كتير داخله وخارجه، فمحتاجين يبقى في ايه اكل في البيت. فما تقولش لا على اي اكل ايه جالك، ما تقولش لا على اي اكل جالك. وطبعا مش لازم تبعت الاكل، ممكن تبعت الاكل بينكم بالعدد، ممكن تبعت معاه فاكهه، ممكن تبعت معاه زي السيفن اب او زي بيبسي، ممكن تبعت فاكهه مثلا ايه كيلو 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 كده من كل فاكهه موجوده، او 2 كيلو من كل فاكهه موجوده، بتبعته ايه لاهل الميت. ممكن تبعت معاه سكر، تبعت معاه بن، تبعت معاه كده، يعني بيبان بقى الناس اللي شهمه، ونشوفها كتير قوي في الفلاحين، اهل اللي بتروح تعزي في الفلاحين، تبص لك ساعه الغدا اللي البيوت اهل الميت ما تبخوش، البيوت حواليهم اللي جايبه حله رز، واللي جايبه حله مش عارفه ايه، اللي جايبه ايه، اللي جايبه ايه. وكتير قوي هنا في مصر دلوقتي ما شاء الله الجيران دلوقتي بقت بقى يقولوا بتاع انا هبعت لك، بصي انا هبعت لك بكره صينيه بطاطس ومثلا يعني معلش، وهبعت لك فرختين، ربنا يخليك يا طنط، ربنا ما يحرمنا منك وكده. جارتك كتير تقول طب انا هبعت لك الرز وهبعت لك السلطه وهبعت لك مثلا الفاكهه كده، في جيران بيعملوا كده، او هم الجيران بيتفقوا مع بعض، بتقول انا هجيب السلطه وانت تعملي مش عارفه ايه، في جيران بيعملوا كده، لان ايه يعني عمليه ان احنا نروح نطبخ عند الميت، اهل بيت الميت مش مستحمل، البيت بتاع الميت مش مستحمل حد يجي ايه طبيخ وريحه الاكل وريحه مش عارفه ايه. فدي ارجوك تخلي بالكم في النقطه دي. يبقى خلاص، يبقى عرفنا عند تيقن الموت تجهيز حاجتين، الميت للغسل، البيت للعزاء. الحاجه الثانيه اختار تبلغ مين اول واحد تبلغه ان فلان مات. ابص الاقي مثلا يجي لك التليفون الساعه 12 بالليل، فلان توفى يا حبيبتي البقاء لله ان لا ولي. اول سؤال هيسالوه العزا فين؟ ما اعرفش. الجنازه امتى؟ ما اعرفش. طب هتصلي عليه فين؟ مش عارفه. طب ممنوع حد يتكلم يبلغ بالعزا الا ما انت لما تيجي تبلغ بتبلغ ليه؟ بتبلغ عشان الناس تيجي تصلي عليه او تحضر الجنازه او تحضر الدفنه. فما تتكلمش غير لما بتبقى عارف تحددت هتصلوا فين وتصلوا امتى، لان وارد ان احنا مش هنصلي عليه بكره طبعا صلاه الظهر، لا ما لازم قال له، هتلاقي في العيله يقول لك ايه لا استنى ما ابنه يجي من ايه من هيوصل بالليل من اسوان، فنخرجه مثلا ايه نصلي عليه بعد العصر، قال هيوصل على العصر مثلا يعني، فنخرج من الجامع ده ولا من الجامع ده، وعشان كده بص تلاقي ميت ساعات بص تلاقي الجنازه هتبقى من مسجد كذا، وبعد شويه لا 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 الجنازه من مسجد كذا، لا 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 احنا خلاص هنروح مسجد كذا بعد العصر، لا 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 بعد الظهر، بص تلاقي حاجه عك. مين اللي بيقرر ده؟ اول واحد هتختاريه لما فلان حاله الوفاه كبير العيله، مين؟ كبير العيله هو ده اللي هكلمه. الوفاه حصل وفاه يا انكل، حصل كبير العيله ده عاده هو بيجي لو بيقدر يجي او بيبعت حد او بيجي. طب هو مش قادر يجي، طيب ببلغه ليه بقى؟ لان كبير العيله ده بيبقى ايه بقى؟ هو اللي المفروض ادبا هو اللي هيحدد هنصلي عليه فين؟ في جامع ايه ولا في جامع ايه؟ ولازم نحترم هذا. طبعا لو مش عاجبكم الجامع اللي هو بيقول عليه احنا ممكن بس اصل الجامع ده بعيد شويه يا انكل، اصل مش عارفه ايه، ممكن الكلام اخد وعطى، لكن في الاخر كلمه مين اللي هتمشي؟ كلمته هو، ولازم نمسك اعصابنا في الحته دي. تبص تلاقي بنت مثلا حاجه و20 سنه والولد 18 19 سنه، لا انا ابويا ما يخرجش مش عارفه منين، وانا مش عارفه ايه، بيكلم مين؟ بيكلم عمه اللي فوق ال 70 سنه. ما ينفعش في كبير. فهو اللي عارف الاصول في الحاجات دي المفروض ايه اللي يحصل ويصلوا فين وليه وكلام كده. فكبير العيله بقول له علشان هو اللي هيحدد لنا هنخرج امتى، الجنازه امتى، وهتخرج منين، بعد الظهر ولا بعد العصر، وهتخرج من مسجد كذا او مسجد كذا. الحاجه الثانيه ان عاده كبير العيله ده اللي بيبقى عارف المقبره التربه، مفتاح التربه مع مين، وازاي بلغه التربي ان في حاله وفاه، في ميت جاي، فلازم هو، لان لما الميت بيموت لازم حد يبلغ التربي بتاع اللي في المقابر بتاعتكم، بيبلغ التربي عشان التربي يروح يفتح القبر ويرش الميه وينزل ويشوف العبد زي ما هنشوف الحدوته اللي هنشوفها. فلازم حد يبلغ يحضر يجهز المقبره. فكبير العيله ده عاده بيبقى هو اللي عارف، بيعرف يتصل بالتربي ده او اي حد يعني عنده اتصال بالليل ده.
يعرف يحضر المقبرة. الحاجة الثالثة كمان بقول لكبير العيلة أو أي حد طبعا له خبرة في الكلام ده، لو ما فيش كبير في العيلة مثلا واحد صديق أو حاجة أو حد كبير أو كده، بختره علشان على طول يروح يطلع تصريح الدفن ويروح يطلع شهادة الوفاة من وزارة الصحة. فده لازم حد كبير هو بيعرف يعمل الكلام ده أو حد يبقى فاهم الكلام ده. فعشان كده لا انا بعرف الكلام ده كله قبل ما بكلم الناس اقول لها ان فلان حصلت الوفاه، عشان لما ساعتها بقى هاجي اتكلم ابلغ الناس بقى على الفيسبوك او توفيت رحمه الله فلان والعزا مثلا وصلاه الجنازه بمسجد كذا بعد صلاه كذا. فببقى كده ببقى رتبت الامور وببقى عارفه، لان يعني حتى كمان عشان كتير قوي من كبير العيله يقول لك ما بلغونيش وراحوا لقيت بقى انا عرفت من على الفيسبوك، يصح كده مش مفروض يكلموني مش مفروض. فارجوكم تخلي بالكم من الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق جدا جدا يعني. فاختار كبير العيله، اختار كمان لو اقول لاصحابي بقى اقول لاصحابي كلهم يا دكتوره زين، اقول لاصحابي اقول لموني. ارجوكي في الوقت ده احنا لسه ما غسلناش ولسه ما دفناش ولسه بنوضب بالبيت، مش اي صحبه تجيبيها، مش صاحبتي الانتيمه اجيبها، لا هاتي حد يكون له خبره بالكلام ده، يعرف يقف معاكي، يعرف يوضب معاكي البيت ازاي، يعرف توضب معاكي ازاي تجهزي الميت، يعرف ازاي، عنده خبره في الكلام ده. مش اي اصحاب يجوا دلوقتي، مش اي اصحاب يجوا البيت عندك. انت ممكن تبلغي ان الصلاه ان اصحابك كلهم واللي في الشغل واللي واللي واللي، ممكن تبلغي كل دول عشان يجوا يصلوا جنازه، لكن ما يجولكوش البيت. انت بص تلاقي البيت مليان ناس ومحدش عارف يعمل حاجه، وكل واحد بكلمه وكل واحد برايه وكل واحد مش عارف ايه، و50 راي و50 كلمه الدنيا بتبقى ملخبطه. فعشان يبقى في تركيز والامور تمشي بشو لازم الامور تبقى هاديه ونبقى ايه ماشيين بهدوء. كمان كبير العيله او اي حد عنده خبره بيكون عارف حد بيغسل كويس، لان الغسل بيغسل ده لازم له شروط معينه، يكون عارف مكان حد مكان يعني يعرف مغسل يجي يغسل كويس ويجيب العربيه وهو اللي بقى يجيب الكفن ويجيب كل حاجه والكلام ده كده، حد يكون عارف الكلام ده. فعشان كده ما تكلميش غير اصحابك اللي ايه عندهم خبره او اللي يقدروا يوقفوا معاكي في الحاجات اللي قلت لك عليها دي. صاحبتي قريبه مني قوي اللي عندها خبره دي، لها منى وانت جايه من فضلك هاتي لي علب كلينكس وهاتي لي مش عارفه ايه وهاتي لي ايه وهاتي لي مروحه وهاتي لي، انت وعندك البتاع وعارفه انت ناقصك ايه في البيت. طيب بعد كده ابتدي اقول للناس، ابتدي اقول اعلن بقى، اعلن عن الوفاه على الفيسبوك، بنعي في الجرنان، في ناس في لغايه دلوقتي في الفلاحين والكلام كده لو هيدفنوا بالليل ولا حاجه بيبعتوا حد ينادي في الاسواق بميكروفون كده توفي الى رحمه الله، في الميكروفون يمشي في وسط الشارع في وسط القريه كده يمشي يقولوا، والجنازه بكره الساعه كذا بعد صلاه الظهر. وبعد كده عشان ايه مفيش وسائل، الناس اللي عندها فيسبوك ولا عندها جرايد ولا عندها حاجه فبيلفوا بالنداء في الشارع. في ناس لغايه النهارده بيعملوا هذا الكلام في الاحياء الشعبيه او بيعملوا كده. فهعلن على الوفاه. ليه انا بعلن الوفاه؟ ليه بعلن الوفاه؟ عشان اكبر عدد ممكن يجوا يصلوا الجنازه ويجوا يحضروا ايه الدفنه. عرفتوا ليه بعلن الحاجه كده؟ يبقى انا عرفت هجهز ايه للميت عند الوفاه، وعرفت هختار مين اول واحد هختاره مين. ويا ريت المعلومات اللي قلتها لكم دي يعني لازم تبقى عارفه مثلا المقابر بتاعتكم فين، تبقى عارف المقابر بتاعتكم فين ومين اللي معاه المفتاح. يقول لك ابن خالتك، خالك، خالك، خالو، خالو احمد الكبير، لا 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 ده لا اللي عنده فكره اخو احمد، لا ما عندوش فكره كده، اللي عنده خالك حسن هو اللي معاه نمره التليفون وبتاع. ويا ريت نمره تليفون الناس دي تبقى معاكم في البيت، ريت كل واحد فينا يبقى معاه رقم حد بيعرف يغسل كويس، رجاله وستات. في ناس كتير قوي دلوقتي من بتوع الجمعيه الشرعيه بيقولوا ناس كويسين وبيعملوها لله كده، بس طبعا الواحد بيديله بقى حق العربيه وحق مش عارفه ايه. في ناس تيجي تقول لك عاوزين كذا، وفي ناس تيجي تقول لك اللي تجيبوه. فتشوفي لو في حد يعني لو في حد غسل وكان كويس وكان ثقه وبتاع زي ما هنشوف، فدي يعني لا مانع انك انت تاخد رقم تليفونه وخليه عندك احتياطي، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لك، بس يمكن في حد هتلاقيه مزنوق، انا مش عارف حد يغسل ولا ما اعرفش بغسل ايه، طب خد النمره دي وكلمه، خدي النمره دي يا طنط وكلميها،
وكلميهم انا عندي نمره هنا، تبقى عارف المقابر بتاعتكم فين، تبقى عارف مين التربي بتاعكم اسمه ايه والموبايل بتاعه، يبقى على الاقل يبقى معاك للطوارئ، محدش عارف الظروف ايه. انا خالي هو اللي معاه الموبايل بتاعه، هو اللي بيتصل بيه. طب خالي فين بقى؟ خالي سافر امريكا، مسافر امريكا، والحته اللي هو فيها ما فيش فيها موبايل، ولا خالي دخل المستشفى وما عندوش موبايل وما عندوش كده، وما حدش عارف التربي ده فين. ففي حاجات كده بتحصل، فنخلي عندنا نمره التربي، نخلي عندنا نمره ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، بقولكم اعملوها من باب اغاثه الملهوف، يا رب ما يجيبش حاجه وحشه لحد. كده نبقى خلصنا. هنعمل ايه لما بعد حدوث الوفاة؟ وكده بعد كده هنسرع بثلاث حاجات: تجهيز الميت، هنسرع بتنفيذ وصية الميت. وتجهيز الميت يعني ايه؟ يعني هعمل له اربع حاجات، اربع حاجات: ان انا اغسله، اكفنه، اصلي عليه، وادفنه. نسرع بالاربع حاجات دول. طولت عليكم شوية ومعلش الكلام كئيب شوية، بس معلش لازم الكلام ده بيفرق جدا جدا. لما بقوله دي من اللحظات اللي ما بتلاقي الناس كل اللي حواليك واقع، مش عارف يفكر، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يبتدي ازاي، يعرف ازاي، وانت بتبقى ثابت وعارف كويس قوي انت هتعمل ايه، فلان انت هتعمل كذا، وانت هتروح تطلع شهاده الوفاه، وانت هتكلم التربي، وانت هتعمل كده. دي ما تصوروش، ودي ملهاش دعوه انت ولد ولا بنت، انت كبير ولا صغير، هي عمليه ترتيب وتوفيق ربنا بيوقفك كده. اللي الناس دي ازاي بتعرف تقف في ظهرهم وتعرف تسندهم وتعرف ايه تبقى راجل، راجل بحق وحقيقي يعني. فعلا كده النهارده. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واجتمعت على ودك ومعرفتك، فثبت اللهم اقدامها وادم ودها. اللهم اجعل اجتماعنا مرحومه وافتراقنا معصومه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين بجلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل الحائرين ويا غياث المستغيثين. أغثنا أغثنا أغثنا. اللهم لا تجعل بيننا ضالة إلا هديتها، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا سليما إلا حفظته. اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك المصطفى في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صلي وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه، وكما أمرت أن يصلى عليه، وكما يجب أن يصلى عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها القرب، وتقضى بها الحوائج، وننال بها الرغائب وحسن الخواتيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا من الأوجاع والأسقام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وترد عنا نوائب الدهر ومتاعب الأيام. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على سنته، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، ووردنا حوضه الأوفى، واسقنا من كأسه الأشفى شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نستودعك توبة نصوحة قبل الموت، ونستودعك راحة وشهادة عند الموت، ونستودعك مغفرة بعد الموت. اللهم إنا نستودعك قبورنا فاجعلها روضة من رياض الجنة، ونستودعك وقوفنا يوم النشور فاجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ونستودعك مرورنا على الصراط فاجعله كلمح البصر.
ونستودعك حوض نبيك، فاسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونستودعك دخولنا إلى الجنة، فاجعله برحمتك وسترك وعفوك ورضاك، ونستودعك مقعدنا في الجنة، فاجعله مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونستودعك الحسنى وزيادة، ونستودعك الحسنى وزيادة، فارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأكرمنا بصحبة حبيبك المصطفى في أعلى عليين، مع الصديقين والشهداء والأنبياء وحسن أولئك رفيقا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع.